هكذا يبدو المشهد اليوم. رياح عاصفة لا تجري بما تشتهيه سفن الدب الروسي في حربه مع أوكرانيا، والصور القادمة من قاعة اجتماع أكابر القوم تكشف نظرات بوتين الغاضبة وملامحه المتقلبة مع سماع الأخبار التي ينقلها له عبر مكالمة فيديو قائد الأركان العامة فاليري جيراسيموف عن الوضع الميداني على الحدود الروسية الأوكرانية وتطوراتها، والتي جعلت بوتين أثناء سماعها يكاد يأكل شفاهه من الغيظ ويرتفع صدره بنفس حقد عميق مع رجفات يد وتحركات توتر عصبي عال، ووجوه من حوله يغطيها الغضب والعبوس القمطرير. وهذه الوجوه هي وجوه صناديد روسيا الكبار، وهم وزير الدفاع وأمير مجلس الأمن الروسي ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة للقوات الروسية. وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غضبه بعد الاجتماع بقوله: إن أوكرانيا تقوم باستفزاز واسع النطاق، متهما القوات الأوكرانية بإطلاق عشوائي لأنواع مختلفة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ على المباني المدنية والمنازل وسيارات الإسعاف في مقاطعة كورسك. وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك في روسيا أليكسي سميرنوف فرض نظام حالة الطوارئ بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الأوكرانية على أراضي المقاطعة، وقال: لا يزال الوضع العملياتي في كورسك صعبا في المناطق الحدودية للقضاء على عواقب دخول قوات العدو إلى أراضي المقاطعة. لم يكن التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية متوقعا، المعارك الضارية مستمرة في المقاطعة الروسية بعد اختراق القوات الأوكرانية للحدود في واحد من أكبر التوغلات داخل الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022. هجوم أوكراني بعدد كبير من القوات البرية بلغ 3000 جندي بحسب قائد الأركان الروسي، يزحفون بمدرعاتهم وناقلاتهم البرية داخل الأراضي الروسية وتسبقهم المسيرات من الجو. توغل وصل مؤخرا إلى عمق 25 كيلومترا، وكانت القوات الأوكرانية وصلت إلى الشمال الغربي من بلدة سوجا الحدودية في اليوم الأول من التوغل المفاجئ. وسوجا هي آخر نقطة لشحن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وتقع محطة كورسك للطاقة النووية الروسية على بعد 60 كيلومترا فقط إلى الشمال الشرقي من سوجا. بدأت القوات الروسية بصد الهجوم المفاجئ، فأسقطت المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها وقتلت أكثر من 200 جندي ودمرت 54 مدرعة في اليوم الأول من صد الهجوم، وما زالت مستمرة في دحر العدو حتى إرجاعه إلى خارج الحدود الروسية، هذا ما قاله رئيس هيئة الأركان للرئيس بوتين. وتنقلت وسائل إعلام أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها في كورسك وتصل إلى عمق 25 كيلومترا في كورشينا، والمخاوف تتزايد من وصولهم إلى محطة كورسك النووية حيث يستحيل ضرب المشاة بالطيران أو السلاح الثقيل خوفا من تضرر المنشاة النووية. ومعركة كورسك هذه تعيد الذاكرة إلى معركة حملت اسم معركة كورسك، وكانت من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية، جرت سنة 1943 بين القوات الألمانية والسوفياتية قرب مدينة كورسك 450 كيلومترا جنوبية غرب موسكو، وشهدت وقوع أكبر معركة دبابات في التاريخ وهي معركة بروخوروكفا. الهجوم الألماني حمل الاسم الترميزي عملية السيتاديل، ومثلت المعركة للنازيين آخر هجوم استراتيجي يمكنهم تنفيذه في الجبهة الشرقية. أراد الألمان إضعاف القوات الهجومية للجيش الأحمر طوال صيف 1943 عبر عزل عدد كبير من قطاعات القوات السوفياتية المتوقع تجمعها لشن هجوم انطلاقا من جيب كورسك. المخطط كان يرمي إلى تنفيذ حركة كماشة عبر الاختراق من الجانبين الشمالي والجنوبي لجيب كورسك ثم تطويق القوات السوفياتية، وكان الاعتقاد السائد بأن الانتصار في هذه المعركة سيعيد للقوات الألمانية هيبتها مع حلفائها الذين ينمون الانسحاب من الحرب، وكان من المأمول أسر عدد كبير من القوات السوفياتية وتسخيرهم للعمل في المصانع الحربية الألمانية. لكن السوفيات حصلوا على معلومات استخباراتية تكشف النوايا الألمانية من المخابرات البريطانية، وقد مكنتهم التحذيرات من الهجوم الألماني على كورسك، والتي وصلت قبل أشهر من بناء دفاع عميق مصمم لتحمل دبابات البانزر رأس الحرب في الهجوم،
كان خططوا لهجومات مضادة، فقد كانوا يرون أن تحقيق الجيش الأحمر لانتصار حاسم سيمنحهم المبادرة الاستراتيجية طوال مدة الحرب. أخر الألمان موعد البداية محاولة منهم لبناء قواتهم وانتظار أسلحة جديدة، خاصة دبابات بانثر الجديدة وأعداد أكبر من دبابات تايجر. فمنح ذلك الجيش الأحمر وقتا أكبر لبناء سلسلة من الخطوط الدفاعية العميقة باتساع بلغ نحو 300 كيلومتر، واشتملت على نشر حقول الألغام وبناء التحصينات ووضع نقاط قوية من مضادات الدبابات مع سحب التشكيلات الآلية خارج الجيب وتكوين احتياطي كبير من القوات تحضيرا للهجوم الاستراتيجي المعاكس. وبالفعل مع بدء الهجوم اصطدم الألمان بخط دفاعي سوفياتي متين ومنظم لم تنفع معه محاولات الاختراق، ورغم الإمكانيات المعتبرة التي تم حشدها تعرضت القوات الألمانية المهاجمة لخسائر كبيرة، وكانت الخسائر التي لحقت بالجيش الأحمر أفذح. ولكن بفضل قوات الاحتياط الاستراتيجي التي يحوزها الجيش الأحمر قام بشن هجومين مضادين هما عملية بولكوفوديتس رومياندسيف وعملية كوتوزوف، وتمكن من صد القوات الألمانية وإعادتها إلى خطوط البداية مع تحرير مدينتين هامتين هما خاركوف وأوريول. الهزيمة التي تعرض لها الألمان في هذه المعركة جعلتهم عاجزين عن شن أي هجوم في الجبهة الشرقية، وبدأت معها سلسلة من التقهقرات المتتالية لقوات الفيرماخت في مواجهة الجيش الأحمر أدت إلى تحرير الأراضي السوفياتية من الاحتلال النازي، ومن ثم احتلال بولونيا، وصار معها الطريق ممهدا إلى برلين. فهل ستكون نتيجة المجازفة الأوكرانية اليوم مشابهة لنتائج الهجوم الألماني قبل 80 سنة؟ يفتح الباب أمام القوات الروسية للتوغل داخل الأراضي الأوكرانية لتلقينهم درسا دمويا يشرد عقول حلف الناتو الواقف وراء أوكرانيا في مواجهتها المباشرة مع الجيش الروسي، أم سيكون المخططون للعملية اليوم مع الإمدادات العسكرية الجديدة التي لم تصل إلى الجيش الأوكراني قد أحكموا خطتهم بالخطوات التي تحقق إلحاق هزيمة نكراء بالجيش الروسي تكسر هيبته وتفتح الحدود أمام توغل جديد يجعل الدب الروسي ينتقل من دور المهاجم المتحكم بزمام المعركة إلى دور المدافع الساعي إلى استرداد ما يفقده من أراضيه؟